على طريقة أتويجا، وفي هذا التوقيت من كل عام يتم ببلدية زريبة الوادي ببسكرة حرث وبذر مساحات شاسعة بالحبوب في أراضي ما يعرف بالجلف التي يمتلكها العرش، وتسقى من مجاري الأمطار والسواقي وتقسم بنظام العائلة ثم العرش، ولكل فرد نصيب أو كما يعرف فارس. بقي أن يتم وضع آليات لضمان مياه السقي لتعود هذه الأراضي بوافر الإنتاج. وهي تسقى بمياه الجلف، الجلف يعني الأمطار السيول عن طريق الويدان، والويدان هذه هزيلها روافد وين يحولوا الماء من الوديان للأوطان هذه الأراضي هذه اللي تسقى. طريقة الاستغلال تاعها عندنا 8 عراش في زريبة الواد، كل عرش فيه أفراد، الأفراد هذم من حيث يبلغ سن الرشد 14 سنة تعود عنده قسمة في الأرض هذه، يعود فارس يعني يعود قاد يخدم. الكل هنا متطوع وأيضا الكل يستفيد صغيرا كان أم كبير وفق نظامي أسس منذ مئات السنين. احنا في بداية حرث الجلف في بلدية زريبة الواد، المنطقة هذه معروفة بإنتاج الحبوب الوفير. بدينا بحوالي 400 هكتار، اليوم حوالي 400 هكتار حرث تاع شعير. هذه الأرض رانا نحرثوا فيها أب عن جد، ورانا ندفعوا كل عام للدوك خير ربي تاع قمح وشعير، ورئيس هو بتعاون فينا تاخذ منا شويه سواقي، بس على نفسنا مخصوصين. لتبقى هذه العمليه لتوارثها الاجيال عن الاباء والاجداد في صوره تضامنيه، غايه في الهدف ورائعه في المسعى.